يعني ندخل في صراع نفسي ما تتخيلونه. فأسأل الله أن يجعل أماننا خالصة لوجه الكريم ولا يجعل لأحد من خلقه حظ ولا نصيب. ختاما أخوي نواف، ترى أنا أحبك كثير وأبشرك، أختك مزون لقوا لها متبرع. قل الحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله، احمد الله، قل الحمد لله. نواف ثاني تقول لي قبل يومين يا شيخ، يبيض وجهك على الابشار يا شيخ، الله يبيض وجهك. الحمد لله ما اخذت الا اني لقيت متبرع لاختي يكفيني. اي والله يا ولد، خلوا اي بالله. احمد الله استر، احمد الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. جيت للدوادم عشان الشيء ذا وحصل. أنا الله يمزي والله. يا زين يا ربي يا كريم. عز الله. شباب تعالوا تعالوا جنبي بالله. نواف تعال جنبي الله يسلمك. أنا والله اللي ساير. تعال نواف جنبي. ايش تقول لي؟ يلا لك الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم من نية لين تطلع من البرنامج. استجد سجدة شكر. الحمد لله. واحمد الله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. كنا نسولف فيها يا شيخ اليوم الصبح انا وياك. تعال نواف تعال جنب الشيخ. اقعد اقعد يا ريان، مشعل اقعد. طيب شباب، اول شيء اسال الله جل وعلا يمتعها بالصحه والعافيه. الله يسلمك باذن الله انه انت برنامج وتشوف اختك ان شاء الله بقتهم صحه وعافيه يا رب، وتقول ان شاء الله انه طلعت ورجعت بوضع مختلف. والله يا نواف والله انه مزون، ترى اختنا مي باختك فقط، يعلم الله. الله يجزاك خير. والله انا واحده من المؤمنين كلهم. والله لو اطلع من البرنامج هذا ما عندي الا او لقيت بس متبرع انا كسبان. كنت تقول علي قبل يومين، كان يقول علي كسبان. انت كسبان والحمد لله. شوف رحمتك هذه اللي قاعد تبكي على اختك، وحتى شوف اخواني يبكون، قد يكون ما في ارتباط الدم يعني بين مزون وبينهم، إلى أنهم شعروا أنهم فعلا مقام الأخت، وأنك أنا نواف تركت الأثر في نفوسهم، والنتيجة أن كلنا والله نعيش هذا الشعور. أقسم بالله فرحنا بشكل ما تصور، وكنت متردد أني أقول الخبر حتى أتأكد، ولين تأكدت. وأنا حقيقة إذا في شكر فأنا أشكر من هذا المقام، يا رب أني ما أنسى أحد. أخونا عزيز محمد الله يبيض وجهه، أخوي فهد الشليهيب، أخونا عبد العزيز اليامي المعروف، كذلك أخونا عبد الرحمن. أنا والله يا أخواني آسف، أخاف إني أنسى والله. أذكر الأسماء اللي أذكرها وسامحوني، إذا الأخ عبد الرحمن، عبد الرحمن فقط ما أعرف يعني عبد الرحمن حق إيش الاسم، حبيبنا الأخ فهد كذلك، هذول كلهم من المؤثرين في وسائل التواصل. سعود آل جوزة، سعود آل جوزة، الجمهور بشكل كامل، حتى عبد الله محمد شفته دخل في المساحه الصوتيه. الشكر لكل من نشر. انا شفت بعض الحسابات صوروا، والله يا اخواني انهم منشنوا كبار وصغار، امراء ومعروفين، كل حرص على اخت نواف. اسال الله جل وعلا في هذه الساعه ان ينزل على جسدها الصغير الشفاء والضياء والنور، وان الله جل وعلا يجعلها قره عين لاهلها وينبتها نبات حسن. وأسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض. الله يشفي كل مريض. الله يشفي كل مريض. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن يحفظنا بحفظه. الله يحفظنا إياكم من كل جنب، ويدفع عنا كل بلاء وكرب. نواف، رسالة كل من كان له يد، أنا والله ما أدري، قد أكون نسيت أسماء، لكن رسالة منك للجميع. وتأكد تأكد، صدقني هذا المتبرع ترى بداله متبرعين. تواصلت مع أحد الجهات، والله العظيم هذا كلامه موثق عندي، ولا بلغت في أحد. شفت الشباب والإخوان ذكر أنه في متبرع، قلت لهم اهدوا، قالوا إحنا بنصلح، طبعاً جمع يعني جهة رسمية ما ودي أني أسمي، قالوا إحنا بنصلح حملة تسويقية ترويجية، طبعاً هي متخصصة هذه الجهة الرسمية بتوفير الأعضاء للمرضى المحتاجين. نصلح حملة ترويجية تسويقية، يقولون في كل مرة نصلح حملة يجينا لكل حالة أكثر من 25 متبرع. يا الله. جماعة شفتوا الخير اللي في الناس؟ طبعا العلم هذه الجمعية لا يعني باقي ما سوت شيء،
هذا لا والله جهد اخواني عزيز والديز اليامي عبد الرحمن وفهد وفهد الجميع والله ما قصرنا. ان شاء الله اني ما انسى احد. ايش تقول يا نواف؟ اقول والله يخوني التعبير ولكن والله العظيم اني مبسوط الحمد لله. بقول لله يجزاهم خير امين وبيض الله وجههم. والله ما طلع له وطلع من البرنامج هذا ولا كسبت الا متبرع لاختي. اذا كسبت اختينا كسبه والله العظيم. ابشرك بدأوا في الاجراءات والعمليه ان شاء الله قريبه هالايام وتبي تشوفها ان شاء الله بصحه وسلامه. ابو غلط سم عندي تعليق سم.